ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألتنا النهارده اسمها suffix 3. المسألة بكل بساطة ان بيقول لك انك عندك مجموعة من الجمل، تمام؟ عاوزك تطبع الجمل او تطبع لهجات الجمل. يعني ايه؟ برضو مش فاهم. يعني لو الجملة او الكلمة ايا كان بتنتهي ببي او، اذا لهجتهم لهجة الفلبين. لو بتنتهي بدي اي اس يو او ام اي اس يو، يبقى لهجة اليابان. لو بتنتهي ب ام ان اي دي اي، يبقى لهجة كوريا او كورين ايا كان، تمام؟ قد تكون المسألة سهلة، لكن المسألة دي هتعلم فيها مجموعة من الفانكشن وهتعلم مجموعة من الايرورز، ويعني المسألة ديت مسألة كويسة، تمام؟ تمام. هناخد أول تيست كيس. بيقول لك عدد الكلمات هتخش أو الجمل هتبقى 8، هيديك 8 كلمات أو 8 جمل أيا كان. آخر أول واحدة بتنتهي بي أو، إذا فلبين. تاني واحدة بتنتهي بدي إي إس يو، يابانيز، وهكذا، تمام؟ أما نيجي نفكر في المسألة هنفكر فيها إزاي؟ أنا لما أجي أفكر في المسألة، أنا لو خدت دي كوبي ورحت في النوت باد عشان أشرح عليها، عملت بيست هنا، مديني مجموعة من الكلمات، فإذا هجيب آخر الكلمات، تمام؟ وتشيك عليها، تمام. افرض بقى مديني اقل حاجه للكلمه اللي هيديها لي ممكن تبقى بي او، يعني ممكن يديني بي او، مش صح؟ ممكن يديني الكلمه بي او بس، يبقى اذا هطبع ايه؟ فيليبينو، تمام. اذا اقل سايز للورد ممكن يديها لي 2. اذا انا عندي لما هتشيك عندي 3 حاجات، قصدي 4 حاجات، بي او والسايز بتاعها 2، وده 4 وده 4 وده 5. فانا أول حاجة هتشيك لو الفاليو بتاعتي السايز بتاعها أكبر من 4، هنفذ أوبريشن. طب لو إلس، إذا هيكون 2 أو أقل، فهطبع فيليبينو، تمام. ممكن ما تكونش واضحة، تمام. تعال نروح للكود وهنشرح من إيه بنحل في الكود. انا هنا خدت الاسكانر، الاسكانر عملت اوبجكت منه عشان اخد الانبوت من اليوزر. هنا الانت سايز اسكانر دوت نيكست انت، تمام. هعمل فور لوب انت اي ايكوال 0، اي اقل من السايز، اي بلس بلس، تمام. لفيت عدد لفات السايز اللي هو ايه؟ عدد لفات الوورد اللي اليوزر هيدخلهم لي. هاخد الوورد string value equal size.next، ده سكانر قصدي، اسف، سكانر.next، تمام. عاوز اجيب اللينس بتاع الفاليو ديت، هعمل انت لينس equal value دوت، حولها to character array دوت اللينس بتاعها، تمام. هنقول له ايه؟ if اللينس أكبر من 4 أو يساوي، عشان أنا ممكن يبقى 4، إذا أقدر إيه؟ أتشيك على دول، والخمسة يبقى هي أكبر من 4 أصلا، تمام؟ تمام. إلس هطبع له فيليبينو، تمام. إحنا ممكن ناخدها سمول، عاوزينها سمول، تمام، ايا كان، عشان بس في فانكشن اللي هي ايه؟ تو ابر كيس، تمام، ايا كان. فهنتبع فيليبينو ليه؟ لان هو اصلا لو مديني اصلا لو الورد اللي داخله حرفين، يعني لو الورد هنا اللي داخله حرفين، اذا ما فيش احتمال غير انها تكون بي او، ما فيش اي احتمال انها تكون بي او، عمرها ما هتكون التانيين، لان التانيين اللينس بتاعهم 4، فاذا مفيش احتمال انها تكون بي او، ده اول احتمال، تمام. في الـ لو هي بقى اكبر من او تساوي 4، لو هي اكبر من او تساوي 4، قبل بس ما اكمل شرح هاخد ده كات، تمام، وهشرح حاجه. لو عملت سيستم دوت اوت برنت لين مثلا اي بي سي دي اي اف، تمام، في فانكشن عندنا اسمها دوت سب سترينج، وبياخد اندكس او بياخد
انتجر او تو انتجر، لو اديته مثلا 3 عملنا رن هنشوف هيعمل ايه، هيطبع ايه دي اي اف هنا 0 1 2 3 بدأ من عند الدي وخد للاخر. سب سترينج حاجه بتجيب يعني ايه فانكشن بتعمل سلايس للسترينج بتاعك، بتاخد سلايس من السترينج بتاعك. تمام. طب لو اديته تو سترينج مثلا 0 والثلاثه، الزيرو فان الاي اي بي سي كده 2 الثلاثه اهو. تمام، واحد يقول لي ما جابش دي ليه؟ لما بتدي له تو انتجر ما بياخدش الثالث، بيبدا من الاول ويقف عند نهايه الثالث، ما بيجيبش الثالث، بيجيب اللي قبله بس. تمام، دي حاجه عشان الدنيا تكون واضحه معانا. فانا هعمل ايه؟ هعمل اف، والله لو الفاليو بتاعتي دوت سب سترينج عاوز اجيب اخر اربع كاركتر، فهقول له اللينس ناقص اربعه، كده هيجيب لي اخر اربع كاركتر. تمام، ايكوال تعال نروح هناك دي اي اس يو. تمام، اور هناخد ديت زي ما هي برضو. تبقى ايه؟ ام اي اس يو. تمام، هطبع ايه؟ هطبع جابانيز. تمام، إلس إف تمام، إلس إف إيه؟ فاليو دوت سب سترينج لينس، عاوز أجيب آخر خمسة، يبقى لينس ناقص كام؟ 5. تمام، إيكوال هروح هناك ام ان اي دي اي هعملها بيست. تمام، هطبع ايه؟ المفروض هطبع كورين. تمام، إلس اذا ما فيش غير حاله واحده اللي هي ايه؟ فيلبينو. طبعا الكود كده مش صح، انا بس هعدل عليك، هوريك شويه مجموعه من ايرور كده كويسين نستفاد منهم. تمام، لو عملت ران وخدت مثلا دي كوبي هعملهم تيست طلع لي كله فلبينو فلبينو فلبينو، وده غلط. اول حاجه لما تيجي تعمل تقارن سترنج بسترنج ما بتستخدمش ايكوال، انت بتقارن كده الريفرنس بتاعهم عشان تساويهم ببعض او تعرف هم بيساووا بعض ولا لا. في فانكشن اسمها دوت ايكوال، تاخد ديت تحطها جوه. دي اول ايه؟ دي اول حاجه دوت ايكوال، وهنا دوت ايكوال. تمام كده، تمام. هنعمل كوبي، هنعمل ران تاني، ناخد كوبي طلع فيليبينو جابانيز جابانيز كورين فيليبينو فيليبينو جابانيز. لو رحنا هناك هنلاقي هي هيها. تمام، بس برضو لو خدنا الكود كده ورحنا عملنا له خدنا كوبي ورحنا عملنا له سبميت، هم بس لوجن معلش. هعمل سبميت، هختار اسم البروبلم سبميت، هيطلع لي ايرور، هيقول لي تيست كيس 2 ايرور. ليه بقى؟ لان هنا المفروض اللي تشيك بتاعت الفلبينو اللي هي اخرها بي او تكون اول واحده. اف إلس اف هنا اقول ايه؟ اف الفاليو دوت سب سترينج دوت ايكوال هنا بي او
وهنا المفروض ناقص 2 لان هجيب اي اخر 2. طب واحد يسالني ليه لازم دي تكون في الاول؟ هقول لك ليه لازم دي تكون في الاول. دي لازم تكون في الاول لان هو لما مديك، لو مديك تيست كيس زي البي او بي او، تمام ركزوا معايا تمام، فهنا المفروض دي بقى مش في الاول، هيتشيك هنا، هيخش يجيب السب سترنج بتاعت ديت، هنا اللينس بتاعها 4، 4 ناقص 4 0، هيبدا من هنا ويجيب للاخر، هيجيب الاربعه، هل بيساوي، هل ايكوال دول؟ لا. هل ايكوال دول؟ لا. فهيخش على الاس اف اللي بعديها. هنا بقى المشكله، اللينس بتاعها 4، 4 ناقص 5 سالب 1، واحنا ما عندناش اصلا سب سترنج يبدا من سالب 1، فهيطلع لك ايرور، فلازم دي تكون في الاول. لو خدنا الكود ده رحنا عملنا له سبميت، عملنا له سبميت اكسبتد. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو فيه افاده، انا عارف انه طويل بس فيه مجموعه من الايرورز شرحناها، ولو في اي حاجه مش مفهومه كلمني، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.